الجهه هنايا في هذه الخويه غنرجع بلي براغي هنايا للوسط شفتو بحال هكا باش غنشد عاوتاني في الكابل هادي. دابا هنايا راني غنشد هنايا في الكابل وغنرجع عاوتاني بها لهنايا، يعني بحال غنمشي هاد الخويات معاهم كنشدهم كنثبتهم مع الكابل ديالي بسهوله وببساطه، لان الكابل كله شعرات تسقلي كنشد غير في شعره مثلا او جوج وكان نخرج الجهه اللي راني كنثبت فيها دابا، يعني باش غنبتو فراحتنا غير في الكابل بلا ما نبقاو نثبتو حنا كنبتو عاوتاني، يعني غادي نبقاو معذبين في الخدمه. دابا شنو غادي ندير؟ نفس الشيء غادي نشد غير شعيرات ونخرج عاوتاني لهاد الجهه هادي. دابا هالورده ديالي مثبته مع الكابلات ديالي، يعني ما نخافش منها مثلا غير غادي نهزها او نكون كنبت يقدر ننساها وما نشد شي حاجه بشي غرزه، ما تنساوهاش هاد القضيه، يعني هكا باش تتفاداو كاع تنساو بانكم ما مثبتينش الكابل. انا نثبتو هو الاول بهذه الطريقه، هنا غادي ندير داك العقيقه اللي قلت لكم هانتوما، وشوفوا فين غادي نمشي بالابره، غنمشي بها لهنا. شنو غندير دابا؟ علاش مشيت بها تما؟ مشيت بها تما باش غادي نخدم، يعني تنبات الوردة ديالي، غندير لي ستراسة هي الأولى، غنديرها هنايا، لاحظو مزيان، غنركبها. غنركبها بهاد الشكل، يعني جوج عوينات التحتانيين مشات ليا يعني العكس، عفوا انا نركبها يعني مقادة، يعني فهمتكم من قبل كاينين فيها اربعة ديال يعني ديال التقيبات كتعزلو جوج يعني افقيا وجوج عاوتاني متوازيين معاهم. انا دابا دخلوا ليا دخلات ليا يعني ليبرا في العكس، يمكن ليش لصق هكاك غتعذبني. هانتوما ربعة اللي كاينين شتو، ربعة كنشد انا غير هاد الجوج بحال هكا شتوهم، هاد الجوج كنشدهم هانتوما، هي تبتا في مكانها في نفس البلاصة، هانتوما غير هنا كندخل عاوتاني الإبرة ديالي ونخرجها غير حداها هنايا فين خارجة شتوها غير هنا، وفي نفس الوقت راني كنزيد نجمع الكابليات عاوتاني اللي في الوسط داك الربعة، يعني القلب ديال الورده صافي يعني تجمع بالغرازي بكثره. ها انتوما شفتو لي ستراسا هي ركبات. دابا شنو غادي ندير؟ نقلبها باش غناخذ العوينات ديالها الفوقانيين، ها انتوما شفتو بسهوله، يعني غير شويه ديال الخاطر يعني كلشي كيتقاد. ها انتوما شفتو ها هي شدات دابا المكان ديالها. شنو غندير دابا؟ غنرجع يعني في البلاصه اللي غنحط نخرج فيها هذا الخيط، تبعوا معايا نرجع بها لهذا الطرف شتو لهنا الورقه الاولى باش غنمشي دابا كندير عقيقه 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 ونخرج هنايا، فهمنا؟ دابا غادي نركب العقيقه ديالي بحال هكا، عفوا بعدا من هنايا غادي نمشي بالخيط غير واحد شويه، علاش؟ حيت من هنا الى ركبت العقيقه يبقى ليا الخيط باين من هنا بزاف. غادي نمشي غير غريزه وحده لهاد الورقه اللي باغي ندير فيها انا هاد العقيقه مثلا بحال هكا، شديت انا غير فواحد الشعيرات في الجنب ديالها ماشي مشكل. ها انتوما كنشد الورقه ديالي بحال اللي كنهزها شتو، كنخرج فيها العقيقه بسهوله كتشد المكان ديالها في الوسط.
انا هادو ما كنتش يعني في الاول كنت باغي ندير غير هاد العقيق الرقيق، ما كنتش عوال زعما نخدم فاش بديت الشباك، ولكن نتوما الا بغيتو توسعوا لينا هاد العوينات غير شويه غير ما كان في غادي تجي تحشى فيهم العقيقه يعني حتى الوسط. انا هكا يعني ما بغيتش نضغط عليها بزاف نفورسي عليها، يعني راه باين لي السق اللي مجن يعني مجن بالرشمه كافي. انا شنو غندير دابا انتوما؟ غادي نمشي من هنا بغرزه غنخرج عاوتاني في الورقه، يعني غير هنايا في التالي في الورقه، شفتو اي فنته خرجات كنردها للمكان ديالها ديك الساعه، شفتو ها هي دابا يعني شدات المكان ديالها بالنسبه للعقيقه ديالنا. عاوتاني من هنا كنمشيو بهذا غير شي شعيرات الورقه اللي حداها باش ما يبقالناش الخيط باين يعني في الوجه ديال الخدمه ديالنا. نجي الخدمه ديالنا فين يا مقاده، دابا شنو كندير؟ غندير عقيقه اخرى بحال هكا، وغادي نجي نفس الشيء لهنا حتى المخده خدمو بشي مخده ما تكونش طويله، يعني بحال اللي درت انا ديروا شي مخده اللي تكون يعني مربعه غير صغيره يصلح لكم تبقاو تلعبوا بها هكا، يعني تدوروها تدوروها يعني في الخدمه يعني في الاتجاه اللي غيريحكم. بحال دابا انا بغيت ندور هذه غير شي شويه بحال هكا باش تعطيني الطوع ليدي باش نمشي في الخدمه ديالي. شنو كندير دابا انا فاش كنرجع بهذا الخيط؟ فين كنرجع؟ نرجع غير في وسط الكابل بهذا الغريزه، غير هكا في وسط الكابل باش نخرج هنايا في الوسط، يعني ديما الخيط كنرجعو للوسط هنا وسط الخدمه هانتوما. وكنحاول نبقى نطلق يعني ما نسرفش بزاف وما نرخفش. عاوتاني هنا هانتوما مشيت بهذا الخيط غير شي شعيرات هنايا، هانتوما عاوتاني غنركب يعني العقيقه ديالي بسهوله، غنشدها الفوق شفتو هانتوما. نفس الوقت كنرجع قلت لكم غير هنايا غير حداها باش ما ترجع ليش تفسخ يعني في نفس الخيط، كنرجع حداها وكنضرب يعني في وسط الكابل كما كتلاحظوا راني غادي دابا بليبره ديالي. هانتوما شوفوا مزيان في وسط الكابل، هانتوما تخرجتها لتحت باش حتى الخيط صافي ما كيبقى غابر ليا ما كيبقاش يبان كيفاش خدمت هاد الخدمه ديالي، ونفينيا ونقيا من الوجه يعني. كنزيدو هنايا يعني لهاد الورقة غير بشي شعرة أو جوج كيما درنا سابقا باش نخرجو لها في الوسط ديالها وصافي، يعني بالخيط ميبقاش بعيد عليها، وتا لي درنا بعيد عليها غادي يجبدلنا حتى العقيقة، العقيقة براسها غتجبدلنا يعني. أنا نحيد هاد الفنتة لأن صافي الخيط كانت تلوالي على الفنتة وحيدتها باش نجبدو عاد رديتها لمكانها. دابا شنو غندير؟ ندير العقيقة ديالي، أنا كنخدم غير بشوية يعني باش نتوما تتبعو وتشوفو يعني كلشي وتستوعبو يعني الخدمة كيفاش غادا. هانتوما كنرجع يعني هنايا عاوتاني، هانتوما في وسط الكابل شتي الخدمة راه تهزات دابا من الورقة، هانتوما كنرجع بسهولة هنايا عادي وكنمر هنا في نفس الوقت من جوانب هكا لوسط الورقه صافي. دابا غادي ندير العقيقه الاخيره ديال الورده، شتوها هي ركبات مكانها. دابا الورده حنا يعني نبتناها عرفنا الطريقه ديالها، غادي نمشيو عاوتاني مع فوسط الكابل نخرج هنا للوسط. هاد الوقت كله اللي كتشوفو زعما ديال يعني انها مثلا تشدك الوقت راه تعياتكم ما تشدش الوقت بحال ترتقوها على التوب، يعني غير بلا يعني ما تثبتوها هاد الطريقه وبهاد التقنيه وتشدكم الوقت باش تنبتوها اصلا من بعد، لان تساليوها في الخدمه ديال الصنعه وضروري غتنبتوها، يعني اصلا داك الوقت ديال التنبات اللي غادي تشدنا من بعد احنا كنديرو الخدمه يعني كلها دابا مجموعه فينيا
هادشي باش زوينه هاد التقنيه. دابا شنو غادي ندير؟ غنهود هنايا في وسط هاد الكابل، لاحظوا مزيان، مثلا لان الوسط ديالو في الجانب غنخرج به. اصلا راه هكا ماشي خدمتي انا، الا كنت يدي بوحدي يعني ما كنصورش، راه كنكون مسربي على هادشي يعني. دابا غير كنوريكم الاماكن، كنحتاج معها شويه ديال الخاطر، شويه الصعوبه باش تفهموا نتوما وتشوفوا كلشي يبان لكم، باش تعرفوا اللي كاين يعني. راه ماشي هكا خدمتها كتخدم بهاد يعني بهاد البطء يعني حتى لهاد الدرجه. راه غير كنوريكم انا، ها نتوما كنرجعوا بين جوج كابليات كنجمعوهم. وهنايا راني فاش خدمت هاد العقيقه وهوت، راني هوت هنا في هاد ثلاثه د الكابليات بغرزه وحده، ورجعت ورجعتها في وسط العقيق وخدمت هاد العقيقه. يعني هادو مشدودين، هادو مشدودين من هنا من الوسط، كتبقى مشدوده ديما من هنايا يعني. صافي هذاك الشيء غير كنحيد الفناتيس، راه هاد البلاصه كلها مشدوده، دير ما تحتاجوش مع هذاك قوة الترتاق، غاديين كترتقوا بيناتهم ضروري يعني. لي بوان الاساسيين راهم مرتقين، هذا هو المهم. ها انتم هنا رجعت، علاش رجعت؟ باش نخدم هادي هنايا يعني. غير انتم كتشوفوا فين راكم وشنو الحاجه اللي خليتو مازال تخدم، وكتمشيو لها، كتمشيو لها عندها في وسط الكابل بالابره والخيط، وتخرجوا ليها بلا ما تقطعوا الخيط، وبقاو العقادي ديما هاد الخيط هنايا يعني باينين من جوانب الكابل او شي حاجه يعني، باش تمشي خدمه نقيه ومفينيه من الاول للاخر. كنطول عليكم بالهضره وبالشرح، اسمحوا لي كنكثر عليكم، ولكن انا يعني انا كندير مجهود يعني باش الهضره كلها غير باش تفهموا، كنبغيش نبخل عليكم شي حاجه. ها نتوما كنرجعوا هنا صافي يعني، هاد جوج كابليات هما يتشدوا لنا عاوتاني غير بهاد الغريزه اللي غنرجعوا بها. غنرجعوا كاع بلا ما نرجعوا للحقيقه ديريكت، نخرجوا بعدا الخيط، نردوا الفناتي كما قلت لكم كيطلعوا ديما كنردوهم، ما كيجرحونا ما والو، انهم عندهم يعني هادي ديالهم. غنرجعوا يعني في الخدمه دابا، غنحاول نرفع شويه باش ننزل الحقيقه، شفتوا؟ ونرجع يعني كما وريتكم في ليزيستراس من قبل، غنرجع يعني في الحقيقه حتى الوسطانيه، لاحظوا مزيان. ودابا شنو غادي ندير؟ غندير عقيقة يعني في سيميلي رقيقة، ونجي هنا بحال غنحط ليبرا هنايا فين داخل هنايا ليبرا، ومن طوع نخرجها هنا في الكابل باش يجيوني متواتيين مع بعضياتهم داك جوج عقيقات، ما هاربينش او عوج لشي مكان اخر. هنايا يعني باش نختصروا الخدمه بلا ما نمشي مع الكابل حتى لهنا، عاد ندير عقيقه، غادي نرجع غير مع هادي هكا، ونرجع عاوتاني كما قلت لكم مع الوسطانيه. شفتوا كلشي يعني؟ ها هو هاد الكابل اللي بقى لنا هنايا طايش، صافي تشد بهاد الغرازي هنايا ديال التنبات، دونك حتى هو راه مثبت يعني. غير هادو كافيين، هاد المناطق اللي وريتكم كافيين بلا ما تضروا بالرشمه كلها يعني كترتقوا فيها يعني، وديروا تمام على راسكم. اصلا هي مازال غتلصق مع التوب ترتق يعني. ها نتوما شفتوا الشكل كيجي رائع ومميز. دابا شنو غادي ندير هنايا؟ لاحظوا مزيان، غنخرج لهاد الجهه الفوق هنا، غنثبت يعني ثلاثه د الكابليات مع بعضياتهم غير هكا بغرز الابره والخيط، وغنرجع في نفس الوقت لهنا باش نزيد نثبتهم في خطره، باش غنهزوهم ما نبقاوهمش مفروقين وما يخرجوش يعني بيناتهم الخوا داك لوفيد كيجي يعني مبين الخدمه يعني في شكل يعني. حاولوا تثبتوهم بحال هكا، حدهم هنا. شنو غادي ندير دابا انا يعني هنايا؟ انا على ما بان لي، ما عرفت شوفوا نتوما يعني شنو بان لكم. انا غادي نزيد هنايا واحد العقيقات، لان بانت لي هاد البلاصه غتبقى هنا خاويه يعني، غتعطينا شكل يعني بحال مهرس
من هنا مع هذه الوسط يجيو بعادين الالوان مثلا ويبقى لنا هنا خاوي. شنو ندير انا؟ غادي ندير مثلا غادي ندير عقيقة وجوهرة يعني وعقيقة، نشوف الشكل كي غيعطيني واش زوين. هانتوما جاي زويون، غيجي واقف هنا ومعمر هاد البلاصة. شنو غندير هنايا دابا؟ غنجي غير حداها نيت من منبعدش بزاف باش متجينيش طايحة بحال غير خط ديال العقيق طايح فوق الكابل. شتو هانتوما عطاتني داك الشكل ديال الهرم صغير، شتو يعني جاية زوينة هكا بعد عمراتنا هاد البلاصة. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ننتقلو ديريكتومو بالإبرة ديالي، شوفو فين غنخرج، غنخرج لتحت هاد التنبات، شتو لهنا، غنخرج بالإبرة ديالي هنا ونهبط هاد الفناتي. غادي نزيد هنا في الوسط يعني صافي باش هاد الكابل الأول اللي غادي يشد لي لافورم ديال الصدر ديالي صافي، يعني غادي أني يعني رتقتو كامل يعني الاخر غرزة باش من هنا غنمشي عشان كنرتقو فيه مع هاد، تفهمنا. دابا شنو غادي ندير؟ لاحظوا مزيان هاد الغرزة كما قلت لكم الاولى، هانتوما نردها غير هنايا حداها ونردها للكابل وغادي نخرجها للجانب يعني الاخر ديريكت. شتو غرزة وحدة خرجتها هانتوما طلعت هاني رديتها لمكانها، شتو هي تثبتات دابا بالخيط. عاوتاني من هنا لاحظوا شنو غادي ندير، غادي نرجع يعني غير تما نيت نرجع بالكابل، غنشد هادي مع الكابل. الدورة الثانية يعني نسيت ما قلت لكمش فاش وصلت بها لهاد الدورة هنا درت داك القبيبة اللي كنديرو هنايا، شتو هاداك الطليعة هاكا شوية وعاد الرجعة هنايا يعني هاد الكابل الثاني فاش وصلت به هنا راه ما درتش من هنا ديريكت، راه زدت به شويه هنا باش يعطيني لهاد الورده القليب ديالها باش نصوبها، زدت به شويه ورجعت اومينطو عاد مشى. دابا شنو كندير؟ راه فيه كنشد هاد الوراق في هاد الطليعه والرجيعه اللي هنا هاد الكابل الاول دابا باش تفهموني. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نلاحظوا مزيان غادي ندخل يعني هنا نحاول نجبد كاع هاد الفنتة اللي هنا ونهز شوية الخدمة، شتو هنا تا الطريقة ممكن ديروها، شتو تهزو يعني غير شوية الفنتة حتى تركبو الإبرة ديالكم وعاد نزلوها لبلاصتها وجبدو يعني الإبرة والخيط عادي. كنستمر هنا لاحظوا مزيان شنو غندير، غنخرج لهنا عاوتاني الوسط يعني غير في الجدر ديال داك الوريقة تما بدوك الغرزة هانتوما، غنرجع عاوتاني هنا نفس الشيء للكابلات الوسطانيين، شتو هاهوما تجمعو. دابا هاد الوراق كلهم هادو وهادي مجموعة وغنبقى بدي هي غير هادي، شتو. دابا شنو غادي ندير من هنا؟ نفس الشيء غادي نرجع تما ديريكت عاوتاني لهاد الوريقة هادي، يعني كنمشي غير هكا كنزيكزاكي كنمشي نرجع للكابليات ونرجع بين الوريقات باش نثبتهم مع الكابلات ديالنا بهاد الطريقة. هنايا راه مثبت في الأول، غادي نزيدو له غير غريزة دابا هنايا يعني غير باش نحيدو الشك ونتهناو باش اللحظة اللي غنهزوها من الورقة ما نبقاوش خايفين أو مترددين أو كنقولو عندك نكونو نسينا شي حاجة، تفهمنا. هنا دابا شنو وصلنا للتنبات ديال الورده ديالنا كما درنا سابقا، هانتوما صافي الفناتي كنردوهم لبلايصهم يعني اللي طلعوا لنا بحال هكا كنردوهم. دابا غادي ندير عقيقه ديالي وغادي نجبد هاد الورده هاد الورقه هكا باش تعطيني الطوع، داكشي اللي كانت تسرفاتو ليا مثلا في التغراز او تكمشات يعني تعطيني الطول ديال هاد الكابل نيشان، شتو هاي عطاتني المكان ديالها فوقها العقيقة. غادي نجي
لان الجوانب لطيفه، غنخرج الكابل براس الابره بحال اللي كنجبدو، ومن طون نجبد العقيقه. شو غندير دابا كما درنا يعني من قبل، غنرجعو في وسط الكابل يعني بالابره، ها نتوما غنرجعو يعني غير من تحت ديال الورقه هكا لهاد الجهه هكا، شتي يعني خرجت لها ديريكت للبلاصه بسهوله. ها نتوما غير خصكم شويه الخاطر شويه التركيز. ها نتوما ها الورده ديالي كتنبت دابا، هيا تعطي الشكل يعني منظره زوينه بحال اللي سبقوها.